هاي، كيف كون؟ أتمنى تكون بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة تفسير لبرج الحوت، سامحوني لأنه بأخركم دائما. راح نشوف شو راح يطلع لك يا برج الحوت، يعني من مشاعر حبيب نوية وإلى ما ستطول علاقتكما. كذلك راح أحكي عن مشاعرك أنت يا برج الحوت، وراح أخصص فقرة نيس العزيب، نيس اللي ما عنده شخص بحياتهم. رح نشوف شو رح يخبي لك اكتوبر، هل في شخص جديد، هل في شخص قادم بحياتك، او رجوع شخص من الماضي. رح نشوف شو رح يطلع لك بالورق. هيدا كل شي، وما تنسوا تعملوا لي لايك سبسكرايب على قناتي وتحطوا لي كومنت. ويعني بدي أعيد شغلي على أنه القراءة ممكن تكون عكسية، الأشياء اللي بحكي عنك ممكن تنطبق على الشريك، والأشياء اللي بحكي على الشريك ممكن تنطبق عليك. كذلك يعني القراءة بتنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. هذا كل شيء يا برج الحوت، رح نشوف شو رح يطلع لك بهالشهر. برج الحوت، عم شوفك يا برج الحوت، ممكن لبعد من ابراج يعني من برج الحوت انه عم شوف في علاقة جديدة بحياتهم حاليا، كأنه بدأوا علاقة جديدة، او للبعض كأنهم بدأوا صفحة جديدة مع شخص من الماضي. اوكي، كأنه حاولتوا انه تقلبوا الصفحة وتبدأوا بداية جديدة مع بعض. اوكي، هيدا الشيء اللي ببين لي، لانه وارد جدا في بداية جديدة مع شخص من الماضي، لانه في تذكر لذكريات حلوة بينك وبينه. ممكن في أطفال بينكم، لهيك حاولتوا ترجعوا مع بعض وتصلحوا الأمور. أوكي، أنه عم شوف في تصليح أمور كانت عالقة من السابق. أوكي، عم شوف حاليا الحبيب أو طاقة الشريك، ممكن هالشخص ناوي على زواج أو ناوي يصلح بيت. ممكن يكون تصليح بيت بالمعنى المعنوي او المادي. اوكي، ممكن تصليح بيت يعني يعمل ترميمات بالبيت، او للبعض في تصليح علاقة، يعني بيت، يعني علاقة. ممكن يكون شخص تطلق وحاول، يعني هالشخص محاول انه ترجعوا مع بعض، او يعني في تصليح امور كانت عالقة من الماضي، لانه الحب او كاس الحب ما خلاكم تبعدوا عن بعض، وخاصة الشريك. الحب القوي بينك وبينه او صلة الحب بينك وبينه ما خلاه يبتعد عنك. عم شوفك حاليا كانت الاوضاع، ما كنتوا عم تحكوا مع بعض، ما كنتوا عم، حتى لو كان حكي كان كتير قاسي، كنتوا يا اما ما تحكوا ومطنشين بعض، او خاصة انت من ناحيتك يا برج الحوت، يعني يا اما ما تحكي معه ابد، او اذا حكيت معه تعطيه كلام قاسي وكلام جارح. اوكي، بس في حب قوي، وفي في تمنيات، حتى لو كنت انت بتحكي بكلام قاسي فهذا لا يعني انه هيدا اللي بقلبك، لانه بقلبك بس الخير، ويعني في نسبة او في احتمالية انه بدك تتزوج مع الشخص. اذا كيف ما قلت للناس المطلقين بدهم يرجعوا مع بعض ويرجعوا العائلة، لانه هون بتلاقي كتير قصة العائلة واردة جدا. اوكي، انا عم شوف في اطفال بينكم، هيدا الناس هيدا الناس المرتبطين او اللي كانوا متزوجين. اما هو حاليا عم شوفه كذلك بينوي استقرار، بس في تخوفات داخليا فيه، عم يتخوف كتير، حاسس انه يعني في تخوفات براسه، في افكار سلبية عم تجي براسه،
هل يعني إذا رجعنا لبعض أو يعني عاد الحب، هل يعني تستمر علاقتنا أو لا؟ في رغبة للعودة، بس كذلك في تخوف إنه العودة ما رح تأتي بثمارها. في يعني في تفكير بين العودة وبين يعني وبين بين التوقف، يعني ما يرجع لك. أوكي، بس القدر أنا عم شوفه رح يعني رح يقول كلمته الأخيرة، لأنه عم شوف في موت شيء وبداية شيء جديد بينك وبين هالإنسان. رح يكون بس يعني موت الشيء السلبي وبداية كل الخير إن شاء الله، ورح يكون عدل بينك وبينه، رح تكون الأمور جيدة جدا بالرغم من كل الأسى وكل الطاقة السلبية اللي كنتوا بتعيشوها بالعلاقة. رح تتحسن الأوضاع إلى ما يعني إلى شيء جميل. أوكي، عم شوف كذلك الشيء اللي ما بتحبه فيه، ممكن هالإنسان يكون برج الحمل، هالشخص ما بتحب فيه هالتسلط أو السلطة، يعني شخص سلطوي هيك، يعني بيأمر بيقول انه بده هالشغلة وبيأمرك، يعني ما بتحب فيها الشخصية، بتحسه يعني شوي شخصية دكتاتورية او شخصية مستبدة، ما بتحب فيها هيك الطباع. بتحب فيه انه فيه نوع من الشخصية الجميلة، بس لو يحاول انه يغير من طباعه القاسية ويحولها الى يعني يظهر بس الجميل من شخصيته رح تكون افضل. اوكي، ممكن البعض منكم يا برج الحوت الشريك او انت لا تنجب اطفال، ممكن هذا سبب خلافكم مع بعض، لانه عم شوف في عقم، ممكن حتى يكون عقم بالعلاقة، يعني ما العلاقة لا تتطور، العلاقة ما عم تمشي لا 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 شيء يعني شيء إيجابي. يعني ما هو ممكن لبعض من برج الحوت يعني بيحاول يفرجي للشريك، لأنه هو كل وقته بيشتغل، كل وقته يعني مش فاضي للشريك، هيدا الشيء يعني بيأثر بالعلاقة، وهو سبب كذلك الخصام بينك وبينه. أما هو عم يحب فيك أنه شخص جميل هيك، ينظر لك يعني على أنه أنت شخصية جذابة، شخصية جميلة، لديك من الحسن الكتير قوي. أوكي، يعني ناويك أنت، عم شوف كذلك حتى انت عندك في ضبابية بالافكار، في افكار كتير تجي على راسك، اوقات عم تفكر انه تبتعدوا عن بعض وانه العلاقة ليست بالجيدة بينكم، واوقات بدك استقرار مع الانسان. اوكي، كذلك هو في نية عودة وفي نية تغيير الاوضاع، في يعني خاصة من ناحيته هو بده يرجع الامور او يرجع العلاقة إلى يعني كيف ما كانت. يعني في نية انه يرجع الامور كيف ما كانت، وعم شوف انه بده يرجع يعني المرح لعلاقتكم، لانه العلاقة فقدت المرح والسعادة بينك وبينه، صارت علاقة نكدية اكثر. اوكي، هل في عودة او في رجعة؟ رح نشوف حاليا، ما عم شوف، لانه انت كتير متألم، هو كتير متخوف، في تردد، في افكار حاليا ما عم شوفها باكتوبر. اذا بوقت مقبل ممكن تكون، لانه ايه بوقت مقبل رح تكون ان شاء الله، بس حاليا بشهر اكتوبر ما عم شوف. الحب القوي بينك وبينه رح يرجعكم مع بعض. اوكي، الناس اللي عم تسأل عن الطاقات اللي عم تطلع عندي، في برج الجوزاء، برج الميزان، برج الثور، برج الحمل كذلك، برج العقرب والسرطان والجدي والدلو كذلك.
يعني تقريبا كل الطاقات هون، يعني كل الطاقات عم شوفها أنا بهالقراءة، حتى يعني في الأبراج المائية والهوائية والنارية والترابية. أوكي، عم شوف للناس العزاب، الناس اللي عم ينتظروا شخص، قدوم شخص بحياتهم، عم شوف في قدوم شخص جديد. يعني مش جديد على فكرة، مش جديد أبد. هذا شخص يعني كان في السابق تعاركت معه، حكيت معه، ممكن افترقتوا أنتم مع بعض، ويعني هالشخص ما قدرت تنساه وما قدر ينسى كذلك. في تشبت وفي تعلق بالعلاقة، شخص كان بحبك وعم تحبه كذلك، في رجوع، عم شوف في رجعة، وعم رجع يعني قريب إن شاء الله، يعني عم شوف في رجعة ويعني بسرعة، مش يعني ايه، وراح يحصل توازن بالعلاقة لأنه ما كانت متوازنة أنت وهالشريك. أوكي، شخص من الماضي راح يرجع، هذا للناس العزاب، ما عم شوف في قدوم شخص جديد، عم شوف احتمالية أنه يكون الشخص من الماضي شخص عم كنت معه بعلاقة، حاليا رح يرجع لك، رح يهاتفك، رح يتكلم معك، عم شوف هالعودة يعني قريبة جدا. اوكي، رح اخد نصيحة لبرج برج الحوت. اوبس، عم يطلع لي على انه بيقول لك يس، يعني اذا عندك سؤال او فكرة يعني براسك بيقول لك يعني نعم، هيدي الفكرة از يعني 100% صحيحة، وبس حاول تطبقها رح تعطيك ثمار جيدة. اوكي، اذا عندك فكرة براسك، عندك تساؤل، كان كل مرة يأتيك يعني الإجابة بنعم، بس لازم تعمل خطوة، يعني يعني خطوة للأمام، وراح تتحقق كل الأشياء التي تريدها. كمان عم يطلع لي ورقة تاعت البليسنج، يعني أنه في شفاء وفي تصليح أمور، يعني إذا بدك تصليح أمور عم شوفه جاي تصليح، وعم شوف في عودة بينك وبينه، بس ما عم شوفها بشهر أكتوبر، ممكن تكون لبعدين. هذا الناس اللي بعلاقة، أما الناس اللي عزاب عم شوف العودة أو الرجعة أو التصليح، الأمور رح يجي بسرعة، عم شوف في هارموني، يعني في انسجام أنت والشريك، كذلك رح تكون انسجام وعلاقة جيدة لما ترجعوا لبعض. وبقلك كذلك أنه هالوضع سينعدل، بس يعني سينعدل بطريقته الخاصة. ممكن رح يأخذ، ممكن العلاقة رح تأخذ منحى خاص أو منحى آخر، لا 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 يعني مو رح تاخذ المنحى القديم اللي كنتوا، كيف يعني علاقتكم السابقة كيف ما كانت، رح تاخذ العلاقة اتجاه آخر، ورح تصير إن شاء الله يعني تتشافى هالعلاقة وتتحسن هالعلاقة بينك وبينه. بتمنى لكم يا برج الحوت كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.